اللجنة الوطنية للتنافسية اجتماع الثاني، وتم مناقشة مجموعة من القضايا من بينها أيضا تحسين موقع السلطنة في منظومة المؤشرات التنافسية المدرجة في رؤية عمان 2040. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد دكتور سالم بن عبد الله الشيخ. مساء الخير دكتور سالم، وحياكم الله في برنامج من عمان. يا أهلا وسهلا بك يا أخت بيان، شكرا على الدعوة الكريمة وشكرا على الإضافة أيضا كذلك. الله يخليك. بداية، قبل ما نتحدث على أجندة الاجتماع الثاني اليوم، نود أن نعرف المشاهد الكريم باللجنة الوطنية للتنافسية بشكل عام وأهدافها المختلفة. شكرا لك. خليني أبدأ بالحديث عن المكتب الوطني للتنافسية. أوجز عمل المكتب الوطني للتنافسية ممكن أوجزه في ثلاث كلمات رئيسية: تحسين، تصحيح، وتثقيف. وأعني بتحسين أن المكتب الوطني التنافسي يسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة على تحسين بيئة العمل من خلال تحسين القوانين واللوائح وأيضا الإجراءات، بهدف تحسين تصنيف السلطنة في المؤشرات والتقارير الدولية. أما فيما يتصل بالتصحيح، فإحنا على تواصل أيضا كمكتب مع المنظمات الدولية لتصدر هذه التقارير والمؤشرات، بهدف نتأكد أن البيانات المتوفرة معهم والمعلومات أيضا دقيقة وصحيحة ومحدثة. أما الجانب التثقيفي، فلأنه مجموعة من المؤشرات تعتمد على إدراك الناس اللي يعبوا الاستبانات ويشاركوا في المسوحات، فبالتالي نحن أيضا نستهدفهم من خلال إيصال المعلومة الصحيحة لهم فيما يتصل بهذه المؤشرات وما يتصل بالتحسينات أيضا. مرة ثانية أرجع بالتعاون أقول مع الجهات المختصة في الدولة. نعم. أما بالنسبة للجنة، فاللجنة هي يعني لجنة مكونة من عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأيضا بمشاركة القطاع الخاص له ممثلين في اللجنة. هم يرسموا السياسة العامة للمكتب وعمل المكتب، وأيضا ينظر لهم باعتبار أنه هذه اللجنة هي أداة تمكين قوية للمكتب الوطني التنافسية في عملها. دكتور، دعني أقف عند كلمة تنافسية، يعني هي من الكلمات المطاطية اللي تختلف بالضبط مفاهيمها بين فرد وآخر أو بالضبط. بين عموم المجتمع بشكل عام. ماذا نقصد التنافسية بشكل حقيقي في عالم الاقتصاد؟ جميل. سؤال جيد. التنافسية مثل ما تفضلتي مفهومة جدا واسع، ولكن ما نعني بصورة خاصة هنا هو حقيقة كيف ممكن نحسن بيئة العمل في الجهات الحكومية المختلفة، بهدف ماذا؟ بهدف تحقيق تنمية اقتصادية تنتهي في النهاية بتحسين الوضع المعيشي للناس. نحن نعلم أيضا من ضمن الأجندة الاجتماع اليوم هي المؤشرات الدولية بشكل عام والتصنيف الدولي وماذا يفيد السلطنة في هذا السياق. نتحدث بداية، ما الفائدة من مثل هذه التصنيفات؟ ماذا تحظى السلطنة من هذه التصنيفات؟ جميل، سؤال جدا رائع. أيضا المؤشرات والتقارير الدولية لها أهمية جدا كبيرة، وحقيقة الأمر يعني الاهتمام بها تزايد على مستوى عالمي ما فقط داخل السلطنة. وإذا أردت بصورة موجزة هكذا أقول إيش فائدة المؤشرات والتقارير، فممكن أقول في فائدة داخلية وفي فائدة خارجية. فيما يتصل بالداخل، فالمؤشرات هذه تعطي خارطة طريق جيدة للحكومة في المجالات المختلفة اللي تناقش هذه المؤشرات. لأنها لما تبني مؤشر، مثلا خلينا أعطي على سبيل المثال مؤشر كمثال الأمن الغذائي، لما المؤسسة الدولية تبني هذا المؤشر يجيب مجموعة كبيرة من الخبراء مشان يعرفوا كيف ممكن هذا المؤشر يتناول جميع أبعاد الأمن الغذائي. فبالتالي إحنا لو أردنا أن نقول كيف ممكن نحقق أمن غذائي في السلطنة، فهذا يعطينا خارطة الطريق حقيقة الأمر هذا المؤشر. جميل. بالأبعاد المختلفة. لكن أيضا الحكومة حقيقة استخدمت المؤشرات الدولية هذه باعتبار في الرؤية كمستهدفات. فالرؤية لوحدها تشمل حوالي 35-37 مؤشر دولي كمؤشر مستهدف. كما أنه أيضا في جزئية في غاية الأهمية، أنه المؤشرات توفر لنا خلينا نقول مرجع جيد للمعايرة. فإذا أردنا احنا نقول إيش أفضل ممارسة في المجال الفلاني، نشوف الدول اللي حاصلة على أعلى ترتيب في هذا المؤشر، ونشوف إيش الإجراءات اللي قاموا بها وإيش
العمل اللي قاموه، وبالتالي ممكن الاستفادة أيضا من هذا الجانب. لكن على مستوى عالمي أيضا، كلما عمان تحسنت في المؤشرات وحققت يعني درجات وتصنيف أفضل، كلما سمعة البلد تحسنت، وبالتالي أيضا كانت منطقة جذب للاستثمار ومنطقة جذب أيضا للسياحة، وتتحقق من خلالها أغراض ما لا فقط اقتصادية وإنما ممكن تكون سياسية واجتماعية وما إلى ذلك. نعم. في الجوانب كثيرة ومختلفة يعني. نعم. طيب في أيضا إطار آخر، يعني من يصدر هذه التقارير والمؤشرات الدولية، وكيف يحسب التقدم في هذه التقارير؟ اللي يصدر المؤشرات والتقارير هذه جهات مختلفة، يعني خلينا نبدأ من منظمات عالمية كالبنك الدولي مثلا. يصدر مجموعة من التقارير، من ضمنها استحضر الحين ممارسة أنشطة الأعمال، وهذا يعني تقرير متابع عالميا. ممكن أيضا جامعات ومعاهد، واستحضر الحين في ذهني جامعة ييل وكولومبيا في أمريكا، أيضا يصدروا مؤشر له علاقة بالأداء البيئي. ممكن تكون أيضا مؤسسات مجتمع مدني كمؤسسة الشفافية الدولية مثلا تصدر مدركات الفساد، ممكن بعض المؤسسات الربحية، فبالتالي جهات مختلفة تصدرها. لكن فيما يتصل بمصادرها، أعتقد كأنك سألتين سؤال، مصادرها تختلف. بعض المؤشرات تعتمد على الحقائق، أي بمعنى آخر تعتمد على البيانات والإحصاءات، وتعتمد أيضا على القوانين واللوائح والنظم المعمولة في البلد، فبالتالي هي جانب متصل بالحقائق. لكن أيضا بعض المؤشرات تعتمد على الإدراك، بمعنى أنه ماذا يشعر الناس أو ماذا يشعر المشارك، وهذا يتم من خلال عادة الاستبيانات ومن خلال المقابلات ومن خلال أيضا خبراء يقوموا بتقييم الدولة المعينة، كأن يكون سلطنة عمان مثلا في المجال اللي يبحث فيه المؤشر. وهنا فرصة جيدة حقيقة على أساس أني أوجه رسالة لجميع الأخوة الموجودين داخل عمان، كانوا عمانيين أو كانوا مقيمين وهم يشاركوا في مسوحات المنظمات الدولية هذه، أو أنهم يعبدوا استمارات، أو أنهم يكتبوا تقارير عن السلطنة. من المهم تماما أنه لما يقوموا بهذا العمل يستشعروا مدى أهمية عملهم بالنسبة لعمان. وبالتالي من المهم تماما وهم يعبدوا الاستمارات هذه أو يكتبوا التقارير، إنهم يرجعوا للحقائق الموجودة. أنا أقول الحقائق الموجودة، أي بمعنى أنه ما أريد الشخص لما يعبي الاستمارة أو يكتب التقرير، يعني مثل ما دائما يقال، يكتبها بمشاعره بقدر ما يكتبها بما هو متوفر لديه من حقائق، بإنصاب، بمنطقية. بالضبط. وإحنا في المكتب الوطني التنافسية حقيقة والجهات المختلفة على استعداد دائم، لو واجهوا سؤال ما متضح بالنسبة له أو ما عرف الإجراء المتصل به يتواصل معنا، وإن شاء الله يعني بنكون نعمل عون له. أيضا في جزئية مهمة، وهنا يعني ما أريد أعمم، لكن يعني اتضحنا أنه في بعض الأحيان كان تكون هذه المسوحات موجهة مثلا لرؤساء تنفيذيين أو قانونيين محامين، أو في بعض الأحيان لمهندسين، لكن للأسف يعني البعض يقوم بإحالة هذه الاستبانة أو الاستمارة أو كتابة التقرير لموظف آخر. وبالتالي أريد أقول أنه طالما أنه الاستبانة هذه صممت على أساس أنه يعبيها رئيس تنفيذي أو قانوني أو مهندس، فيجب أن يعبيها يعني شخص من نفس الفئة، بالضبط، على أساس أن تكون الإجابات دقيقة وتعكس واقع الحال. بالضبط. يعني نحن نرصد تفاعل المجتمع أيضا مع مثل هذه المؤشرات. هناك من يقول يعني ويعتقد بأنه مثل هذه المؤشرات بنيت في إطار مختلف عن إطارنا، يعني في بيئات مختلفة، وقد تكون نتائجها غير منطقية وغير منصفة بالنسبة لنا. كيف ترد على مثل هذه؟ يحدث هذا. يعني خلنا نقول هكذا، أنه يعني التقارير والمؤشرات هذه شيء أخرى يعترضها القصور، وبالتالي نجد بعض التقارير ما تراعي الخصوصية الاجتماعية، ما تراعي الخصوصية الدينية. بالضبط. الثقافية مثلا قد تكون معيار مهم في هذا التقرير. بالضبط. وقد يكون بعض الأحيان ما تراعي أيضا حتى مستوى التنمية في البلد. وخلني أضرب لك مثال في هذا الإطار. أنا أذكر الحين يعني أستحضر في تقرير نتابعه فيما يتصل بالمرأة مثلا، لما يتحدث مثلا عن الثروة، هو يفترض أنه الثروة مثلا توزع بطريقة متساوية بعد وفاة مثلا الزوج أو الزوجة أو كذا، لكن إحنا معنا مثلا أساس ديني يتصل بالإرث وتوزيعه، يعني هذا مبدأ ثابت وقائم وما ممكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. وبالتالي هنا يعني إحنا يعني ما نستطيع أن نتجاوب مع المؤشر كما يعتقد أنه ممكن نتجاوب معه، وبالتالي
نتعامل في ذي الحالة في الغالب إن نقرر نفسنا بالمجتمعات الإسلامية اللي تطبق مثلا القاعدة هذه في توزيع الثروة والإرث. نعم. لكن أيضا أوجه قصور المؤشرات تمتد حقيقة يعني خارج إطار عالم المراعاة هذه إلى قضية المصداقية والرصانة في المصادر. ما كل التقارير حقيقة رصينة في مصادرها. نعم. كما أنه بعض التقارير إحنا على دراية يعني وتابعنا بل بعض الأحيان من التقارير المهمة تتعرض لضغوط سياسية فيما يتصل بتدخلات يعني تدخلات دول فيما يتصل يعني هناك أبعاد مختلفة أيضا قد تؤثر في تصنيف إلى آخر. لكن هذا ربما هو حسب المؤسسة أيضا التي تصدر هذا التقرير أو هذا. بالضبط. لكن هذا الأمر ما يقلل صافي النهاية من أهمية هذه المؤشرات، بمعنى أنه وين حدثت هذه وين وجدت، لكنه أولا في حالات يعني معروفة، والنقطة الأخرى أيضا أنه من صالح أي مؤشر حتى أنه يشتهر ويحصل على متابعة واهتمام دولي أنه يكون رصين في 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 مصادره، وأنه يكون موثوق وعلم يعني، وأن يكون مستقل أيضا، وأن يكون مناسب. وبالتالي المؤشرات الممتازة والمشهورة عالميا في الحقيقة تمر يعني في الغالب، خليني أقول هكذا على أساس أنه ما أعمم، يعني مفيدة جدا. عموما دكتور، اليوم وجود المكتب الوطني التنافسية هي صورة من صور اهتمام السلطنة في تحسين أيضا نقول يعني بتحسين مكانتها في مثل هذه التصنيفات العالمية ومؤشرات العالمية. نود أن نتحدث عن جهود السلطنة في رفع وتحسين هذا التصنيف بالإضافة إلى الدور المعول على القطاع الخاص في هذا السياق باختصار كختام لهذا الحديث. طيب جميل. خلنا أقول كالتالي أن الحكومة يعني أولت اهتمام كبير جدا جدا، وما في أدل من اهتمام بالمؤشرات الدولية من أنها أضافتها كمؤشرات أداء مستهدفات يعني في الرؤية، مثل ما أقول في حوالي 37 أو أقل بقليل يعني في 35 مؤشر دولي موجود في الرؤية، هذا اهتمام جدا كبير. لكن بالإضافة لذلك إنشاء المكتب الوطني التنافسية واللجنة الوطنية التنافسية، كما أن بعض الجهات الحكومية لها مؤشرات الخاصة اللي تتابعها، هذا كله يدل بما لا يدع مجال للشك أنه فيه اهتمام حكومي حقيقة بالمؤشرات، لأنه فيه إدراك حقيقي لأهميتها العالمية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فهنا مسألة جدا بغاية الأهمية، القطاع الخاص في صلب عمل اللجنة والمكتب الوطني التنافسية، فهو ممثل أساسي في اللجنة الوطنية التنافسية، يعني في أعضاء من القطاع الخاص موجودين في اللجنة الوطنية التنافسية يعملوا على رسم السياسة العامة للمكتب والتعامل مع المؤشرات، كما هم موجودين موظفين من القطاع الخاص يشتغلوا في المكتب الوطني التنافسية، وبالتالي القطاع الخاص له حضور جدا كبير في عملنا، وإحنا نستهدف حقيقة في النهاية مصلحة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة العمل الموجودة في السلطنة. نعم، يعني دكتور هناك معايير مختلفة أيضا يعني ضمن التصنيفات، هل السياحة واحدة من المعايير الموجودة بالتصنيفات العالمية بشكل عام؟ في مؤشرات طبعا تعنى بالسياحة، لكن بصورة عامة خلنا أقول هكذا، كلما كانت يعني تصنيف السلطنة جيد في المؤشرات المختلفة عادة ما يكون أداة استقطاب للسياحة. كثير من السواح وكثير من الشركات السياحية أيضا تنظر لتصنيف السلطنة، كلما كان في المجالات ذات العلاقة، كان يكون مثلا في ممارسة العمل أو كان يكون في الانفتاح الاقتصادي أو كذا، أو حتى جماليات عمان. عموما نحن عندنا محطة سياحية اليوم. ممتاز. بعد ما نختم معاك ونشكرك على حضورنا. ممتاز. حضورك في استوديو برنامج من عمان دكتور سالم بن عبد الله آل شيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد، شكرا جزيلا. بل أنا شاكر لك ولجميع الأخوة العاملين في البرنامج، تحياتي لك. الله يخليك. نتحدث عن وجهة سياحية نموذجية في السلطنة من خلال محمية السلاحف في رأس الجنس. متابعة طيبة في هذا التقرير.